المنافسة ما حبش تخلاص والمقابلة طويلة وداروا تعادل كما شفنا. والآن نروحوا تحدي الحاسم بين القادة، قائد في طرف وقائد في الطرف الآخر، وعندنا الراية في الوسط عند الصافرة. الأول اللي يلمس الراية راح يهدي الفوز للفريق ديالو. وجدين وجد، أوقف مليح، ارجع للوراء، أوقف مليح، أوقف مليح، اتكسل كامل واجدين. الفريق الأحمر مع القائد حسام، برافو عليه، صفقوا عليهم الفريق الأصفر، صفقوا عليهم.